هذا سائل يقول: في بلدنا بعد الدفن يقول الإمام الفداء، ويعني قراءة سورة الإخلاص 11 مرة فداء للميت، هل لهذا؟ هذه بدعة، هذه بدعة يجب تركها والتحذير منها. الذي ورد بعد الدفن أنهم يقفون على القبر ويستغفرون له، وقف صلى الله عليه وسلم على القبر وقال لأصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. هذه السنة التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.